رافعنا. بيقولوا انك زعلان من عمر كمال لانه قال حق. مين اللي قال الحق؟ انك انت ما بتعرفش تغني. ورب اللي خلاني ما بيعرف يغني. صوته حلو. ايه صوته حلو؟ هي مش بالصوت. صوته حلو. مش بالصوت. امال بايه؟ الغنى بايه؟ انا صوتي على قدي. اه. ليا جمهور كتير والناس كلها بتحب. طب ما هو ده اللي هو قاله. انا اقف تقف قدام المايك تسجل في الاستوديو لا ولا حد يعرف يصد معايا فيهم هما الاثنين اصلا. وانا ما بعرفش اقرا ولا اكتب. بس اسرع واحد فيهم. اسرع واحد انك تقول الكلام يعني؟ انا دي السرعه. اه طبعا السرعه والاداء. طب اديني كوبلهين كده سرعه واداء. سرعه والاداء. اه انا بيك ماي لاف الفانز انا صوره شعره على الكنز. لا 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 ده ادائي. اي حاجه بقى من الزمن الجميل. لا معرفش معرفش. طب حاجه من الاغاني الشعبي. معرفش. طب حاجه من الاغاني بتاعتكم مهرجانات بتاعتك انت وهما. شمسي المجره والباقي بره نورت كل ايامي مبسوط عشاني قلبي وملاك دايما ملازمه احلامي انا مش حزين على دي السنين والنعمه لا تدوقي سمي جايالي ليه طب عاوزه ايه ده الاولى بالحب امي كل دي اغنيه. انت كده غنيت بقى. آه طبعا. انت كده غنيت. آه. لا ده مش غنى. طب اعمل ايه يا جماعه؟ لا ده مش اعمل ايه يا جماعه؟ ده مش غنى. اشد في شعري. لا ده مش غنى. امال ده ايه؟ ده يا بيكا اداء. جاب قد ايه؟ جاب ملايين. لكن هو مغني بس جوه التسجيل. جوه التسجيل يعني وهو بيسجل؟ لا وهو في الطبيعه بيغني. وهو بيسجل برضه بيغني. لا مفيش صوت بقى. في دبل حاجه اسمها دبل. ايه الدبل؟ تلاتات واتنينات يعني حط صوته اتنين وتلاته فوق بعض عشان يدي صوت قوي. هو بيعمل كده. آه بتعمل له كده. اه طبعا عشان اعلي تراكات يعني اجهزه بتعمل الصوت عشان اعلي طبقه صوته. وحسن؟ لا حسن بيصرخ كده كده. حسن بيصرخ بس عشان يجي برضه يقف قدام المايك. انا كنت بوجهه يغني ازاي. كنت بتوجهه؟ اه طبعا. عندك دليل؟ عندي الدليل اللي انت زعتيه معاه. مش دليل ده اللي انت زعتيه معاه وهو كذب قال لك انت انت عارف اللي حسن. اه حسن الاستوديو اللي هو كان واقف فيه ده بتاعي. اه اللي هو قال لك ده انا اللي حمو بيكا اللي قال لي انا عاوز اجي اعمل معاك حاجه. الاستوديو ده بتاعي. وفي الدخيله. طب ما انت ممكن تكون قلت له فعلا تعالى انا عايز اعمل معاك حاجه. لا ما حصلش. انا ما كنتش اعرفه. ما كنتش اعرفه. انت اللي بتستغل حسن شاكوش عشان تنجح. انا بس انا بستغل وتجيب مشاهدات. انا بستغل حسن شاكوش. ما هو اللي حصل اهو. فين؟ في الاستوديو. انا استوديو. انت اللي قلت له تعالى. حضرتك حسن هنا كان مكلمني عليه ايمن شعبان عشان يجي يعمل اغاني معايا. هو ما كانش حد يعرفه حسن. هو ما كانش حد يعرفه. ولا كان حد يعرفك يا حمو. انا كنت عمرو دياب الغلابه. اه والله قبل الناس دي كلها. لا متواضع يا جماعه حمو بيكا متواضع. انا مش عارفه انت جايب الثقه دي منين. انت بتدافع عنهم ليه يعني؟ انا شايفك انت عشان بتدافع. هم مش موجودين وفي حقيقه لازم اواجهك بيها. لا انا حقيقه. طب ما الحقيقه ما الحياه باينه. هو حد طلع كذب على طلع كذب وقال لك انا ما روحتش للشخص ده وما عملتش معاه حاجه. لا العكس صحيح. العكس صحيح. اللي معرفنا عليه اخ ليا وقال لي والنبي وقف صعده وقف جنبه صعده. يعني ايه بتعلمه؟ يعني علمته ازاي اللي يخش اللي انك تعمل له تراكات. اه هو ده. اه طبعا. اه طبعا احنا اسكندريه. طب ادينا درس كده على الهواء. بص حضرتك يلا عرفنا درس ازاي المطرب يتعلم. مش والان مع درس المطرب الكبير حمو بيكا. انت اي حد عايز يغني يسمع الدرس ده. هو مش اي حد عاوز يغني يسمع الدرس ده حضرتك. امال انا لما انا واحد كنت على على يعني على باب الله. مش عيب. مش عيب. مش عيب. دخلت الكار غني. بس انت كده بتهرب. كمل. لا مش بهرب. كمل. مش بهرب. طب ادي الدرس وبعدين اتكلم. ما انا هقول لك الدرس. هو مش الدرس اللي انت تتعلم ازاي تغني. لا هو احنا كان في لون اللون الاسكندراني غير اللون القهراوي. وطبعا كتير في المجال بتاعنا هم يعرفوا انا بتكلم بقول ايه. حسن كان اوعدي اشكرك. هو ده كان اللي يعرف يقوله. اما الحان وغنى لا ما كانش يعرف هو الطريقه دي. وانت بقى عملتها ازاي؟
معايا صحابي، معايا فيجو الدخلاوي، ومعايا نور التوت، ومعايا علي عدوره، ومعايا مصطفى الشاعر، ومعايا اسلام القلمانسي اللي بيكتب. طيب انت علمته ولما قلت لك ادي الدرس هربت وسكت. ما هو ده الدرس ايه؟ ما انت حضرتك ما انت زعتيه، ما انت زعتيه الدرس. انت مش كنت بتعلمه المقامات المفروض لو بتدي له درس؟ لا انا ما بعلمش مع حد مقامات. طب بتعلمه ايه؟ بعلمه يركب على المزيكا ازاي، ازاي يقف، ازاي غني. ما هو حضرتك ما انت كنت شايفه، انت هو مش كان معاك حضرتك؟ طب انت دلوقتي ادي درس لواحد مبتدئ، قول له يعمل ايه؟ يعني انا اعدي وانا دلوقتي اقوم اقف يعني واقول له اعمل؟ لا وانت قاعد، وانت قاعد. طب انا اعمل ايه ما تعرفش يعني تدي الدرس وانت قاعد؟ عشان انا ما بديش لحد دروس. هو لو واحد يعرف ما انت اديت لحسن شاكوش درس. أيوة وعمر كمال درس. علمتهم يقفوا ازاي؟ ورينا. طب علمتهم ازاي؟ بلاش تدي درس. اللون بتاعنا غير اللون القهراوي حضرتك. طب وريني بالدليل مش بالكلام. ما الدليل يعني وريني الطبقه الصوت كان طالع بتاعهم ازاي وانت حولته ازاي؟ لا انا ما مش انا اللي بحول حضرتك، انا مش انا اللي بحول، انا مالي، هو الموزع هو اللي بيعمل كل حاجه. عمو انت تعرف الفرق بين المقامات؟ ما اعرفش الفرق ما بين المقامات، بس اعرف اغني. اعرف بتغني أغني. ايه بس ده الغنى مقامات. انا اعرف اغني اي حاجه. ايه اي حاجه زي ايه؟ كل حاجه. اقنعني واقنع الساده المشاهدين. لو في مزيكا هنا وفي كل حاجه اقف اغني. طب غني لي لعبد الحليم حافظ. لا ما طبعا ما اعرفش، مش قلت بغني كل حاجه. طب غني لي اي حاجه على بالك دلوقتي اللي انت عايزه، مش هقول لك لمين. يلا يعني اغني لمين يعني؟ معرفش. لا انا ما اعرفش اغني غير اغانيه. اغني اغانيك من غير الطبقات. لا يلا. لا لازم طبعا، لازم يكون في مزيكا ولازم يكون في. انا مؤدي حضرتك. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. اللي بعد